السلام عليكم ورحمة الله أحبتي، أهلا وسهلا بكم. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. دمرنا أفريقيا دمار شامل، ما خلينا دولة فيها في الحلقتين السابقتين، والآن جيش القطط مالنا راح يتجه إلى روسيا. خلينا نشوف ندمر روسيا ولا لا. يقول clear empire of cats 1 channel 1 to unlock the special unit monaco. يقول راح ينطيني هاي طبعا اذا خلصت امبراطورية القتت channel 1 مرحلة الاولى. طيب الجوائز اليومية خلصها بسرعة، خلنا نطول عليكم الشريط. يلا ستارت. الآن بروسيا احنا. راح نجمع على روسيا. الله، روسيا بداية دزت وحوشها، الله يستر. هذا اللي ينطح كارثة مو وحش. بس قطط مطورة قوية، ما عليكم مثل ما يقتل من عندنا. اوف 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 اوف، شنو هالوحوش؟ اوف 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 اوف، استخدم المدفع. هاي راح اجرب القطة البينز اللي اعطانا اياها، تذكرون هاي القطة اللي ام الفاصوليا قال اذا خلصت مرحلة اليونان انطيك اياها، وفعلا هزمت اليونان انا وانطاني اياها. نشوفها قوية مو قوية صراحة. طبعا جايين نقصف قلعتهم. اخ غوريلا نزل يا معودين، كل شيء الا الغوريلا. كل شيء الا الغوريلا يا معودين. نزلنا روسيا. انفيريال فولكا ريسيفت فودكا. راح نكمل نشوف شنو عندنا بعد. يونان شوف نهزم اليونان ولا ما نهزم اليونان. خنزير بدأ أول وحش فيهم. الخنزير هذا غير ينطح نطح. Thank you.
اتجه خليه يرجع روحنا. اتجه انا ادفع يلا رجع تنزل خل شوف روحه. اخ شنو فقمة شوف فقمة شوف شنو عيال هاي فقمة على كون تمساح عليك تمساح الله خربط الجيش خربط يفيد بيها ما تدفع يفيد بيها ما يفيد بيها ما تدفع ولا فيها ما يفيد بيها ما تدفع ولا بطويلة لا تموت بطويلة لا تموت بطويلة خذتني الفقمة ايه ماتت كتلة بطويلة هذا العادي بعد ما استخدم الادفاع ما حاجة وحوش ماكو ما استخدم انا مسيطر الان نزل بطويلة ما بعيد يضرب بطويلة فلشوها فلشو اليونان فلشوها فلشوها مو الفقمة لا تطلع لنا فقمة ثانية راحت راحت حلو صرنا عليها بشق الأنفس شوف حتى تطوير شوي نطور هذا فول هذا فول هذا طورت واحد والله طبعا بعد شنو عندنا هنشوف المدفع شو يتطور فيه الباور 20 طور الباور ما يخالف يصير قوي مدفعنا الرينج كملنا الشارج ما عدنا ما كفن 26 سي زيادة هذا increase cut protection speed ما خالف نستورها بعد ما عدنا فلوس شنو هذا energy إذا ما كنت إذا ما أنت أمونت بإكس بي ما عندنا هاي عندنا طورها لا يبقى شيء كذا شرطنا فلوس كلها هاي كويب نشوف شنو عندنا قطة تطلع فوق ما عندنا ولا قطة كل هذا السبت شوف إيطاليا نقدر نهزم إيطاليا ولا لا
الله دهيتها فرس نار. بداية فرس نار. لكن كن ما يطول وياكم يعني. رجع يسيل للغطط مالتي اطق يمتها شوي خليه يظهر. ايه مات ادفع صار غوي طورته. هذا خنزير جامع كل شيء بقلعة خل نخلص من إيطاليا هنا. أخ شنو هالوحوش شنو زيت يا أبوي عالمين الشاقة وياكم. والله وحوش نزلت مدفع. ايه عندك ياهم اقوي بطويلة مرة ثانية اذا حصل ذهب طويلة من بعيد يضرب اقوي. شايفين شلون ما يجي عنده. لا والله حنزاحه يا ابوي. هذا الغوريلا كارثة الغوريلا تضربك مدفع مع الوادي. اخ نزل واحد ثاني خلص من الغوريلا ينزلون اثنين. شنو هذا؟ راح يهزموني والله رجعوني. جاني بق باقي على قلعتي. يا طبق شدوا حيلكم. اي مات القول الا مات. نزل واحد غيره يموت واحد ويجي واحد. اوف نزلوا اثنين. ايطاليا ما هي راضية تسلم. خلي تسلمين بالقوة. ايه مدفع دوم راحة ومات عم نزده وحوش. بس اخذناهم مالكم شغلهم اخذناهم ما عليك. هذا منزلون وحوش كله وحوش طبعا جنودهم كله وحوش. جندي عادي ما عندهم. مدفع شوف ما ظل نوع من الوحوش ما نزلوا ايطاليا وبعدهم ينزلون. Thank you.
الله وحوش فلس عندي طابي ما عندهم جنود كذا وحوش والله مشكلة فلس القلعة حلو 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 Wanting to be upgraded. There is a new cat, okay. I kill a jawad for one time, yeah. طبعا هزمنا ثلاث دول اليوم واعتقد كافي لهذا اليوم اشوفكم في حلقة جديدة هذا هو كوماند في امان الله